نعم، ساعات طويلة في غرف العمليات، يعملون بكل جهد واجتهاد وبرا بقسمهم لإنقاذ البشر والسعي لإعطاء فرصة جديدة للحياة. ومع انتشار جائحة كوفيد-19 استنفرت غرف العمليات المركزية بوزارة الصحة وامتلأت بالمرضى المصابين بهذا الوباء، مما جعل أصحاب الاختصاص من الأطباء في اختبار حقيقي في مهنتهم الشاقة. للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهواء الزميلة لما أبو علاوي، مراسلة تلفزيون دولة الكويت. لما، صباح الخير وحياك الله ويانا في برنامجك العالم هذا الصباح. نعم طبعا، في البداية أسعد الله صباحكم جميعا. بالفعل غرفة العمليات المركزية لإدارة أزمة كوفيد تم إنشاؤها منذ بداية ظهور هذه الجائحة، هي بالفعل كالعقل المدبر وأيضا الشريان النابض. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف الآن الدكتور عمر الشمري وهو رئيس غرفة العمليات المركزية. دكتور، حدثنا عن طبيعة ومكونات هذه الغرفة وأيضا الفريق الذي يضم تحت مظلته نخبة وصفوة من العقول الطبية والكوادر الطبية الوطنية النيرة التي تقوم على مدار الساعة لرصد طبعا وآلية العمل على أرض الواقع. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكر لكم تواجدكم معنا في غرفة العمليات المركزية لإدارة أزمة كوفيد-19، وهي إحدى الفرق التي تم تشكيلها بداية الأزمة. ونشكر لكم وجودكم لإبراز جهد من جهود وزارة الصحة، يعني لتبيان الدور الجبار الذي يقوم فيه هذا الفريق على مدار 24 ساعة، وهي مكونة من نخبة من الأطباء المتميزين لإدارة الأزمة في هذه الفترة. ما هو طبيعة الفريق دكتور؟ أكيد يضم تحت مظلته العديد من التخصصات الطبية المتعددة، حدثنا عن طبيعة هذا الفريق. هو فعلا الفريق مشكل من مجموعة من الأطباء في مختلف التخصصات، وتم تشكيل الفريق وتوزيع المهام بينهم بحيث أن بعض المجموعة مقسمة، بعضها يتواصل مع المستشفيات وأحيانا يتطلب الأمر التواصل مع المرضى، ومجموعة أخرى مسؤولة عن الإحصائيات والداشبورد، ومجموعة أخرى أيضا مسؤولة عن الموقع الإلكتروني والتواصل مع المستشفيات الحكومية والمؤسسات المحاجر المؤسسية عفوا. أيضا يوجد معنا تواجد مهم جدا وهي إدارة الطوارئ الطبية، متواجدة معنا في ضمن الفريق لتسهيل عملية النقل. نعم طبعا مشاهدينا الكرام، كما ترون الآن من خلفي هناك شاشات بالفعل ضخمة وأنظمة تحكم متطورة ومتقدمة تقوم على مدار الساعة لحظة بلحظة لرصد طبعا وجمع كافة وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بمرضى كوفيد على مستوى البلاد. هذه الغرفة تقوم بالفعل طبعا برصد آلية العمل على أرض الواقع ليتمكن هؤلاء طبعا المتواجدون هنا الأطباء من اتخاذ القرار والإصدار التعليمات المناسبة المتعلقة بتوزيع ونقل المرضى إلى المستشفيات أو إلى المحاجر الصحية المؤسسية بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية. دكتور، نود الآن أن نسلط الضوء على آلية العمل والمهام، فعلا هي تعتبر هي خلية نحل تعمل على مدار الساعة، حدثنا عنها. فعلا مثل ما تفضلت أنها هي مثل خلية النحل، من المهام الأساسية لغرفة العمليات المركزية هي التواصل مع المستشفيات الحكومية والمحاجر المؤسسية يوم بيوم على مدار الساعة لرصد حالات الدخول والخروج وعملية النقل، وأحيانا يتطلب أنه نتواصل مع الأطباء المعالجين لتبيان الحالات أكثر. بفضل الله قمنا بإنشاء موقع متخصص لمثل هذه الحالات، وتم توزيع الموقع على كافة المستشفيات الحكومية والمؤسسات والمحاجر المؤسسية الصحية بحيث أنه يتم متابعة المرضى، وأي مريض يحتاج أنه
يتم نقله من مكان إلى مكان، من مستشفى إلى مستشفى حسب الحالة طبعا. يعني القرار والتعليمات من قبلكم لإصدار التوجيهات لإدارة الطوارئ الطبية لنقل المرضى؟ بالضبط بالضبط، يتم يعني يتم تسجيل البيانات عن طريق الموقع، بيانات المرضى سواء يحتاج يتحول إلى مستشفى أو يتحول إلى محجر مؤسسي، هذا يتم عن طريق الفريق بناء على الحالة نفسها. يعني احنا اللي نحدد المكان ونحدد الوقت، وأيضا في التواصل مع إدارة الطوارئ الطبية اللي يتم النقل في أسرع وقت، بحيث أنه نخفف على المستشفيات في لا سمح الله في حالات الطوارئ، في زيادة الحالات. احنا الأرقام كلها متواجدة عندنا لحظة في لحظة عن طريق الإحصائيات من بعض الشباب المتواجدين هنا. نعم دكتور، بالنسبة طبعا لعدد الأسرة الشاغرة المتواجدة، وإذا كان هناك ضغط على بعض المستشفيات تقومون أيضا بنقل المريض من مستشفى إلى مثلا محجر أو مستشفيات ميدانية بناء على حالته الصحية؟ بالضبط بالضبط، والأرقام توصل عندنا لحظة في لحظة، ونرصد الأرقام في كل مستشفى ونلاحظ المستشفى إذا في أعداد زادت ممكن أن ننقل مرضى من مكان إلى مكان آخر، بحيث يتسنى لكل مستشفى إمكانية إدخال أكثر مرضى، ممكن حتى لا يكون هناك في ازدحام في لحظة من اللحظات، ويكون المستشفى غير قادر على استيعاب أعداد أكبر من المرضى. وأيضا لنا تواصل مع المؤسسات العسكرية ووزارات الدولة الأخرى، بحيث أنه إحنا نحدد إذا في حالات أيضا مصابة يتم نقلها عن طريقنا، حتى تكون العملية منظمة أكثر. نعم. وأوضح لتبيان أعداد المصابين على مستوى الدولة كلها. نعم دكتور، طبعا هذا لتحقيق مبدأ الموازنة في توزيع المرضى، هذا في حال دكتور المرضى الموزعين في المستشفيات. طب بالنسبة للمرضى المتواجدون في المنازل أو المخالطين الذين تأكدت حالتهم بأنهم إيجابية، كيف يتم نقلهم والتواصل معهم؟ ممتاز، سؤال جميل جدا. من ضمن الفريق أيضا هناك مجموعة تتواصل مع الزملاء في الصحة الوقائية، هو أطباء وزملاء لنا، بحيث أن يكون لهم تواجد معنا في الموقع في أي حالة كوفيد إيجابية، يتم إرسال بياناتها عن طريق الموقع عندنا، وعلى هالأساس إحنا نتواصل مع المريض أو عفوا المصاب، ويتم سؤاله عن طريق المجموعة إذا كانت هناك أي أعراض مرضية يتم تحويله إلى المستشفى، إذا لم يكن هناك أي أعراض يتم تحويله إلى المحاجر المؤسسية. إذا نحن نحدد الوجهة بالنسبة حق المخالطين اللي هم في المنازل أيضا، يعني تواصلنا يكون مع المستشفيات وأيضا مع المخالطين في المنازل. نعم يعطيك العافية. طبعا كان معنا الدكتور عمر الشمري وهو رئيس غرفة العمليات المركزية لإدارة الطوارئ الطبية، يعطيكم الألف عافية دكتور. هل تود أن الله يعطيكم العافية، وفعلا نشكر لكم تواجدكم، وشعارنا احنا في إدارة أو في غرفة العمليات المركزية هي متابعة الحالات ورصد الأرقام والسرعة في اتخاذ القرار وسرعة في نقل المرضى بين المؤسسات الحكومية والمستشفيات. يعطيك العافية دكتور، يعطيك العافية. بالفعل مشاهدينا الكرام جميعهم هنا يعملون كبوتقة واحدة متجانسة، هم بالفعل جنود مجهولين خلف الكواليس يعملون بصمت بتفان، وذلك لمواجهة هذه المعركة الشرسة مع زملائهم وأخوانهم في الصفوف والخطوط الأمامية. نعم. هذا زميل. كل ما لدي زملائي. زميل علامة أبو علاوي، كل الشكر لك، وكل الشكر موصول لجميع من هم في الخطوط الأمامية إن كانوا واضحين أو كانوا خلف الكواليس. شكرا جزيلا.